حقوا الدراويش، النداء ده كان موجود امبارح على تويتر، الاسماعيلاويه عاملينه لانقاذ الدراويش من الهبوط. الموضوع ده هيبقى مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، ايه اللي وصلهم لكده ومين هينقذهم؟ هل الزمالك قادره تنقذهم؟ كل ده هنقوله الاول، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وبعد كده نعمل لايكات للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو ما اشتركتش في القناه تشترك وتبقى ضيف عندنا. يلا بينا. كانت موجوده طول الفتره اللي فاتت ما بين جمهور الاهلي تحديدا والدراويش. الدراويش اللي فرطت في ماتشها مع الزمالك، وما حدش يقدر يقول ان الاسماعيلي ما فرطش في الماتش، وان الاسماعيلي ما كانش متواطئ. الاسماعيلي طول الشوط الاول لعب عيال مع بعض كانها باصات، وبعد كده في بدايه الشوط الثاني هوب الجونين جابوهم، وبعد كده نموا قعدوا ثاني. والموقف ده حصل مع الزمالك قدام المولوديه والايام كثيره وتثبته. امبارح جمهور الاسماعيلي نزل هاشتاج على تويتر وقال انقذوا الدراويش او انقذوا الاسماعيلي، وعمالين يتكلموا طبعا عن المشاكل اللي فيها الاسماعيلي، واللعيبه اللي هتمشي من عنده، واللعيبه اللي مش هتجيله، واللعيبه اللي عايزه فلوس، والنادي الاسماعيلي ما فيهش فلوس اصلا. طب انت مهدد بالهبوط، كان ماتش كويس جدا اللي انت لعبته مع النادي الاهلي، ما نقدرش ننكر، ما قلنا لكش عمري انا واحد من الناس ما قلت لك سيب الماتش للنادي الاهلي، بس ما تسيبش ماتش للزمالك، ما تخسرش 3 نقط قدام الزمالك وانت كنت قادر تغلبه. كان الاسماعيلي قادر يغلب الزمالك، اي واحد بيشوف الزمالك هش وضعيف، ماشي بالحكام، ماشي بالروح، اللعيبه عايزه تكسب بطوله، ماشي باي شيء تاني، لكن في تواطؤ من الدراويش في الماتش ده خلى الدراويش خسر الثلاث نقط، وبالتالي اصبحت الدراويش مهدده ان حتى لما اتخصم منها النقط انها تهبط. فانا عايز اعرف لو قعد في الدوري الزمالك هيدي له كام لعيب من عنده؟ هيضحي بكام لعيب من عنده من اللعيبه التقال اللي تخش تسند الدراويش وتقول له واللعيبه ديت تاخد مرتبه من الزمالك زي ما محمود الخطيب قال، وفي نفس الوقت تلعب وتسند الدراويش؟ احنا مع بعض، انا اتراهن احنا مع بعض، الدراويش ما فيش فلوس، وبالتالي لعيبه الزمالك لما تروح الاسماعيلي هل الزمالك هيدوم فلوس؟ ما هو الزمالك برضه ما معاش فلوس. لما طلع متحدث رسمي ولا نائب رئيس في نادي الاسماعيلي فرحان وهايص بان الزمالك كسب الاسماعيلي، وبيقول احنا سعداء ان الزمالك ياخد الدوري. طب بدل ما انت تبقى سعيد عشان الزمالك ياخد الدوري، يعني انا الاول، انا كالاسماعيلي الاول، انك تبقى فرحان ان الاسماعيلي قعد بجهده، انت فرحان لفوز الزمالك بالدوري وانت عضو في مجلس اداره ومتحدث رسمي اسمه محمود وحيد تقريبا، وانت طالع سعيد ومبسوط وكاتب تويتات انك سعيد بالزمالك. طب ما الاسماعيلي بيقع، والاسماعيلي كنادي الجماهير بيقع، ما بقاش يعني لدرجه ان الاهلاويه، وانا اعذرهم وانا اهلاوي بقيت اتمنى كده، انا واحد من الناس كنت بدافع جدا عن الانديه الجماهيريه، وبقول يا ريت الانديه الجماهيريه تفضل وبلاش الشركات، ومش سعيد ان يبقى في سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي ولعب وانديه الشرطه وانديه، لا انا كنت عايز المنصوره، كنت عايز المحله، كنت عايز الترسانه، كنت عايز الانديه الجماهيريه اللي ليها جمهور على الارض اللي يطلع يشجعها، كنت عايز الاسماعيلي، كنت عايز المصري، رغم المشاكل اللي بيننا بين المصري والمشاكل اللي بيننا وبين الاسماعيلي، انا واحد من الناس شخصيا كنت اتمنى ان الانديه الجماهيريه تفضل في الدوري. الدوري يرسي عشان تكونوا عارفين على النادي الاهلي، النادي الاهلي بس وانديه شركات. هتقولوا لي ليه النادي الاهلي؟ ليه مش الزمالك؟ الزمالك اولا مش شركه. الزمالك كده عزبه. كل واحد عايز يسوق حمير فيها بيسوق. كل واحد عايز ياخد فلوس بياخد. لكن الاهلي
بيدار بعقلية شركة. محمود الخطيب نفسه عمل النادي الأهلي كأنه إحدى الشركات، وقدم في شركة للكورة، والنادي الأهلي يعتبر شركة تجارية رغم أنه تابع للدولة، بس بيتعامل كأنه شركة تجارية، وبالتالي النادي الأهلي شركة هيستمر. يبقى بعد كده عندنا هتلاقي شركة داخل شركة كيكاكولا وفاركو للأدوية، وبعد كده يخش لنا أمول للأدوية، وشركة بيبسي كولا هتخش، وشركة شويبس، والشركات الكبيرة دي كلها هتبقى لها أندية، ويتحول الدوري من دوري عام مصري لدوري كان اسمه دوري الشركات. زمان كان في حاجة اسمها دوري الشركات، معرفش لسه مستمرة ولا لا، كنت بتلاقي الشركات تلعب فيه، دلوقتي تحولت الشركات لأندية وموجودة في الدوري الممتاز. ما بقاش عندك الأندية الجماهيرية، فريق بلد بتحبه، فريق ليه جمهوره على الأرض. طيب نرجع بقى الجمهور، لمشكلة الإسماعيلي اللي احنا كنا بنتكلم فيها. دلوقتي الإسماعيلي مهدد بالهبوط، واحنا كأهلوية بقى اصبحنا معظمنا كأهلوية سعداء بان الإسماعيلي يمشي، وان الإسماعيلي يهبط، وان بيراميدز يهبط. كل الأندية اللي ما عندهاش ضمير دي احنا اصبحنا انهم سعداء انهم يهبطوا. طيب انا مش هسألهم عن الاهلي والاهلي، لانه الاهلي ايا كان وعنده حق انه دلوقتي وناس كتيرة ودعوات كتيرة اهلوية بتقول لمحمود الخطيب ما توقفش جنب الاسماعيلي تاني، لان كده قبل كده محمود الخطيب قال لهم خدوا اللعيبة اللي انتوا عايزينها وانا مش عايز فلوس، والكلام ده معروف. والنهاردة قريت وتأكدت على الواقعة اللي هم ماسكين فيها من زمان، بتاعت انهم انقذوهم وقت العدوان الثلاثي ووقت التهجير، اتضح ان الاهلي برضو قابلهم والاهلي وقف جنبيهم. انا مش بتكلم كمان على القديم، انا بتكلم على الجديد. جديد دلوقتي محمود الخطيب وقف جنبيهم وبعت لهم لعيبة من افضل اللعيبة، يعني رامي ربيعة دلوقتي، على فكرة رامي ربيعة كان لعيب دولي وقوي جدا في الدفاع، وحاليا هو الاساس في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت بعد ما بدري بنون تعب. مش هو الاساسي رامي ربيعة؟ مش رامي ربيعة هو الاساسي دلوقتي؟ وده لعيب ولعيب كويس، والاهلي قال احنا نتحمل مرتبه، وراح وطلع القيد وقف، اما اتأخروا والقيد طلع وقف، فالاهلي كان بيساندهم وبيساندهم ماديا. نرجع تاني نتكلم في مشكلة تانية، ان الاهلي خد لعيبة من الاسماعيل لسه بايعين محمد عواد للزمالك، والاهلي لما كان بياخد لعيبة لو واخدها من الاسماعيل بيدفع فلوسها كويس. المعاناة اللي فيها النادي الاسماعيلي دلوقتي، هل ما كانش حل من حلولها انهم يلعبوا باحترام قدام الزمالك؟ مش كان حل انهم كل الماتشات اللي جايه بلاش يحتاج لانديه تانية تفوت له زي ما هو فوت للزمالك؟ مش كان محتاج حتى انه يلعب بقوه، حتى لو اتغلب يتغلب بقوه. ناس كتير يا جماعه على فكره زملكاويه وهنا في القناه وناس على تويتر بتقول لي هو صعب ان الزمالك يغلب الاسماعيلي؟ انا بقول له مش صعب، والاسماعيلي ياما غلب والزمالك ياما غلب الاسماعيلي، لكن شكل اللعب نفسه. انت لما تتفرج على ماتش الترجي وملودية، هل مفيش هل كان التواطؤ صريح ولا احنا كلنا حسيناه وشفناه؟ الحاجات دي احساس، انت بتحس بالتواطؤ وبتحس بشكله، يعني ان اللعيبة سواء من الطرفين عايز الماتش ينتهي لصالح الزمالك. ما فيش هجمة من الإسماعيلي، ما فيش اللعب اللي كانوا بيلعبوه قدام النادي الأهلي. طيب أنا مش هفترض إن النادي الأهلي أقوى من الزمالك، هفترض إنه أقل من الزمالك بحاجات بسيطة. أنا طبعًا أنا اقتناعي حاجة تانية، بس أنا بتكلم نمشي على مبدأهم. هل لو ما بيقولوا الناس هو عشان يتعادل مع الأهلي يبقى ما ينفعش يفوز يتهزم الزمالك؟
هنفترض انه قل، هل مستوى الاهلي والزمالك يخلي الاسماعيلي يتغلب من الزمالك وما يتغلبش من الاهلي؟ هل الاسلوب اللعب اللي كانوا بيلعبوا فيه قدام النادي الاهلي والشده واللعيبه هم دلوقتي في فرط حقيقي؟ انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا برضو بعيد وبزيد في نفس الكلام. انا كان نفسي ان يبقى في انديه جماهيريه موجوده، ونادي الاسماعيلي كان من الانديه الكبيره في الوطن العربي، مش في وفي افريقيا وفي مصر، وما كنتش اتمنى طول عمري انه يهبط. بس دلوقتي اصبحت امنيه اي اهلاوي انه يتعلم الادب ويهبط، ولو اتعلم الادب وهبط انا بقول لكم مش هيطلع تاني، لان هو منهار اصلا وهو في الدرجه الاولى، منهار وهو بيجي له فلوس من الشركات الراعيه ومن الشركات البرزنتيشن والكلام ده كله. لما ينزل الدرجه الثانيه مش هيبقى عنده التمويلات دي، لا في ماتشات هتذاع ولا في اي حاجه، يعني الامكانيات المضاءه الزياده مش هتجيله. ودينا شفنا اقرب مثال الترسانه. الترسانه كان لعيب فرق، الترسانه كان من فرقه من الفرق الكبيره جدا ونفس على الدوري، وتقريبا خد الدوري مره مش فاكر. هل حد شاف الترسانه دلوقتي؟ هل حد شاف فريق اسكو؟ يا جماعه فريق اسكو، فاكرين فريق اسكو؟ الانديه دي لما بتنزل خلاص ما عندهاش وعي وما بتقدرش تطلع تاني. فالاسماعيلي دمر نفسه، ويمكن ربنا بيعاقبه على اللي عمله مع الزمالك. ما اصل بص اقول لك على حاجه، سيبك من مين اللي احق بالدوري والكاس، بس ربنا موجود في الحقوق. معلش انا اتكلمت في الموضوع ده كتير وبعتذر عنه، بس هو الموضوع هو اللي بيفرض نفسه علينا. اشكركم واتمنى ان الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك، ويا ريت لو ما اشتركتش في القناه تشترك وتبقى ضيف عندنا. اتمنى دايما اشوفكم بكل خير، والاهلي بطل للدوري ايا كانت السنه، حتى لو السنه دي الزمالك خدها فالاهلي في نظرنا بطل الدوري، لان الزمالك خدها بماتش تواطؤ. اتمنى دايما تكونوا في كل خير انتوا واسركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.